فالحمد لله رب العالمين يا رب. يا رب ارحم ضعفنا وتول امرنا وانصرنا على اعدائنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. يا رب زادي قليلا زادي قليلا ما اراه مبلغي زادي قليلا ما اراه مبلغي. هل الزاد ابكي ام لطول مسافتي؟ اتحرقني بالنار يا غايه المنى؟ فاين رجائي فيك؟ اين محبتي؟ انا من انا؟ انا في الوجود وديعه وغدا سامضي عابرا في رحلتي. انا ما مددت يدي لغيرك سائلا. فارحم بفضلك يا مهيمن ذلتي. واشهد ان سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد رسول الله. رسول الله اذا غضبت فانما هي غضبه للحق لا ظهر ولا شحناء. واذا رحمت فانت ام او امر. هذان في الدنيا هما الرحماء. يا من له عز الشفاعه وحده وهو المنزه ما له شفعاء. عرش القيامه انت تحت لوائه ترجو الاله بنيه سمحاء. يا سيدي انا نعيش بكفره زاد الهدير فيها وقل الماء. يا سيدي كن للنجاه شفيعنا. يا خير من شهدت له الشفعاء. نشهد يا رسول الله بانك قد بلغت الرساله واديت الامانه ونصحت للامه فكشف الله بك الامه. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن امته ورسولا عن دعوته ورسالته. امين. ثم اما بعد، فمرحبا بكم ايها الاباء الفضلاء وايها الاخوه المؤمنون الكرام الاعزاء. واسال الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا الجمع المبارك على طاعته ان يجمعنا في الاخره مع الحبيب المصطفى في جنته ودار مقامته. انه ولي ذلك ومولاه وهو على كل شيء قدير. امين. ثم اما بعد، احبتي في الله، تعالوا بنا سريعا وحتى لا ينسحب بساط الوقت من بين ايدينا وتحت اقدامنا، لنستهل حديثنا المبارك عن هذا الرجل المبارك بقول الحق وشهادة الصدق، لتكون هذه الشهادة بمثابة النور الذي يخرج الناس من الظلمات إلى النور. إنه الرجل القوي في بساطة، القصير في قوة. إنه الرجل الذي كان إسلامه فتحا، وكانت هجرته نصرا، وكان حكمه رحمة وعدلا. إنه الرجل الذي بركت الدنيا بزخرفها وسلطانها، وتربعت على عتبة ذلك، فتراه وهو من هو خليفة المسلمين، يجري سريعا وراء جمل من جمال الصدقة، قد ولى يخشى عليه الضياع، ويخشى أن يُسأل عنه أمام الله يوم القيامة، أو تراه منحنيا على قدر مشتعلا، يجلس أمام الكانون ليطبخ الطعام لأطفال صغار. إنه الرجل التواب الأواب. إنه عملاق الإسلام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فأنا والله لا أدري بأي الحديث أبدا وبأي
وقوة إرادته، لكنه أجمل الحديث، أجمل شيء نبذوا به الحديث عن عمر، هي هذه الأحاديث النبوية التي وضعها رسول الله تاجاً على رأسه ليشرح بها صدره ولينير بها قلبه. ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث ولده عبد الله بن عمر أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إيهن من الخطاء والذي نفسي بيده، لو وجدك الشيطان تسلك فجا لسلك فجا غير فجك يا عمر. يعني الشيطان لو رأك وأنت تمشي في شارع من الشوارع لخاف منك ومشى في شارع آخر يا عمر. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبا هريرة رضي الله عنه أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم إذ رأيتني في الجنة، ورأيت في الجنة قصرا من القصور، ورأيت بجوار القصر امرأة تتوضأ، فسألت لمن هذا القصر ولمن هذه المرأة، فقالوا: يا رسول الله إنهما لعمر بن الخطاب. يقول رسول الله: فتذكرت غيرة عمر، تذكرت بأن عمر يغير على نسائه، فأعرضت بوجهي عن هذه المرأة. يقول راوي الحديث سيدنا أبا هريرة: فلما سمع عمر هذا الكلام بكى وقال: أعليك أغار يا رسول الله؟ هو لهبير منك يا رسول الله. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أيضا من حديث أبا هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت كأن القيامة قد قامت، وعرضت علي الخلائق يوم القيامة وعليهم قمص جمع قميص، فمنهم من يلبس قميصا إلى صدره، ومنهم من يلبس قميصا إلى سرته، ومنهم من يلبس قميصا إلى ركبته. ثم عرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره على الأرض جرا. قالت الصحابة: فما تأويل هذه الرؤيا يا رسول الله؟ قال: الدين. قال: الدين. أيها السادة الأعزاء، لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته أهل مكة آذوا رسول الله إزاء شديدا، بل ورموه بالحجار حتى نزل الدم الشرير من قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وطردوه من مكة. وفي هذا الوقت العصيب والموقف الرهيب رفع رسول الله يديه إلى السماء وقال: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليه، وفي رواية بأحب العمرين إليه، إما بعمرو بن هشام يعني أبو جهل، وإما بعمر بن الخطاب. فكان عمر بن الخطاب هو صاحب الورقة الرابعة، وهو صاحب الفكرة السوية السليمة التي استجابت لنداء الحق في لمح البصر، فما هي إلا لحظات. وانتهى رسول الله من دعائه، وكان يجلس في دار الأرقم ابن أبي الأرقم إذا بالباب يدق، قالوا: من؟ قال: عمر بن الخطاب. فخافوا منه خوفا شديدا. ليه؟ لأن أهل مكة جميعهم كان الجميع يخاف من عمر، لأن كان طوله طول رجلين وعرضه عرض رجلين، حتى قالوا أنه كان يركب الفرس وهو راكب على واقف على الأرض. خافوا منه خوفا شديدا، ففتح له رسول الله الباب وهزه هزا شديدا وقال له: أكان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ أكان الأوان يا ابن الخطاب؟
سيدنا أبا بكر رضي الله عنه وارضاه، وينكث أبا بكر في الخلافة ما شاء له الله أن يكون، ثم يموت أبا بكر وهو أيضا راض عن عمر، وبعد موت الصديق الخليفة الأول يأتي إلينا الخليفة الثاني عنده الإسلام عمر، ويوم أن أصبح خليفة للمسلمين ماذا فعل عمر؟ هل جاء بالبوابات في الشوارع والطرقات؟ هل أقام ليالي أضواء المدينة هنا وهناك؟ هل جاء بالراقصين والراقصات والمطربين والمطربات الأحياء منهم والأموات؟ لا، بل صعد على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطب في الناس خطبة جامعة مانعة. لو أننا لم نخرج من هذا الإطار إلا بهذه الخطبة لكفانا بها زادا ولكفانا بها فضلا من الله ونعمة. صعد على منبر المصطفى صلى الله عليه وسلم وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: بلغني أن الناس خافوا شدتي وهابوا من غضبي، بلغني أن الناس خافوا شدتي وهابوا من غضبي في كلام وصدري، الناس خايفة مني وخايفة من شدتي وقسوتي. وقالوا: لقد اشتد عمر علينا ورسول الله بين ظهرانينا، واشتد علينا وأبا بكر ولينا دونه، فكيف وقد صارت الأمور إليه؟ عمر هيعمل إيه فينا بعدما أنصاره وخليفة للمسلمين؟ ألا تعلموا أيها الناس بأن هذه الشدة قد ضعفت وتضاعفت؟ أما إنه لا يؤتى إلي بأحد يظلم أحدا أو يعتدي عليه إلا ووضعت خده على الأرض، ثم أطأ بقدمي هاتين على خده الآخر حتى يرد الحق إلى صاحبه، يعني هدوس برجلي على وجه الصارم حتى يرد الحق إلى صاحبه. ألا تعلموا أيها الناس لكم علي أمور فخذوني بها، لكم علي أن أزيد في أرزاقكم، يعني أزيد مرتبات الجنود والموظفين في الدولة الإسلامية، ولكم علي إن غبتم في المعارك والحروب فأنا أبو العيال حتى ترجعوا. ما تهملش هم ولادك وأنت تقاتل وتجاهد في سبيل الله، وإن غبتم في المعارك والحروب فأنا أبو العيال حتى ترجعوا. يقول صلى الله عليه وسلم: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، أو كما قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالنجاة. الحمد لله رب العالمين، برحمته تغفر الذنوب وبكرمه تستر العيوب وبقدرته ينصر المغلوب، الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسه من تعب أو لغوب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نوع محمدا صلى الله عليه وسلم آمين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، في ليلة من الليالي الشتوية الباردة القارصة، الليل دامس والبرد قارس، وعمر التواب الأواب لا يهدأ له بال، كان يمشي في شوارع المدينة ليلا ليتحسس أخبار الرعية، لم يكن يجلس في الأبراج العاتية العالية ولا يعرف شيئا عن رعيته، إنما كان يسير ليلا في شوارع المدينة، هل هناك فقيرا فيعطيه؟ هل هناك مريضا فيداويه؟ هل هناك محتاجا فيعطيه؟ فإذا به يمشي في ظلمة الليل و
وفي شدة البرد، ويسمع صوت أطفال يبكون، فيذهب عمر في كل أدب جم وفي كل تواضع كبير، ويذهب ناحية الصوت وينادي على أمهم ويقول لها: يا أم الأولاد أسكتي أولادك فإن صوت بكاؤهم يؤذيهم. صوت أولادك تعبني، أسكتيهم. فتقول له المرأة وهي من تعرفه: ابتعد عني فإن لله في خلقه شهود. ما كانش هناك تلفزيون علشان تعرف أن هذا هو عمر. فيذهب عمر بعيدا في كل أدب جم وفي كل تواضع كبير، وينتظر في شدة البرد ساعة، والأولاد لا يزالون يبكون، فيرجع إليها مرة ثانية ويقول لها: أسكتي أولادك فإني أراك أم ظالمة. فتقول له المرأة وهي لم تعرفه: الله الله في عمر بن الخطاب، منه لله عمر. فقال لها عمر: سبحان الله، أولادك يبكون فما ذنب عمر؟ فتقول له: أولادي يبكون من شدة الجوع، أيتولى أمرنا ويغفل عنا؟ أيتولى أمرنا ويغفل عنا؟ فيبكي عمر بكاء مرا، ويزأر زئير الأسود في الغابات، وينتفض انتفاضة شديدة، ويهتز كأنه عصفور إذا بلله ماء المطر، ويضرب كفا بكف، ويقول لنفسه: لك الله يا عمر، ماذا ستقول لربك غدا يا عمر؟ فكم ضيعت من أطفال المسلمين، فكم ضيعت من أطفال المسلمين. ويجري عمر سريعا إلى بيت الزكاة، بيت الصدقات، بيت الحبوب، ويحمل عمر شوال الدقيق على ظهره، ثم يأتي إلى بيت هذه المرأة، ويجلس عمر أمام الكيلوت، وكان صاحب لحية كبيرة عظيمة، والدخان يخرج من بين لحيته. كل ذلك والمرأة وزوجها لا يعرفون من عساه أن يكون هذا الرجل، هل هو بشر من البشر أم أنه ملكا من الملائكة في صورة بشر. ثم تقول له المرأة وهي لم تعرفه وهو جالس أمام الكانون: والله يا هذا إنك لا أحق بالخلافة من عمر، مفروض أنت تكون الخليفة، فأنت أفضل من عمر وأنت خير من عمر. وفي ليلة من الليالي ينام الخليفة العادل عمر، ويقوم من نومه مفزوعا يتصدق عرقا، ويقول: من هذا الذي يخرج من صلب عمر واسمه عمر، يملأ الأرض عدلا ونورا بعدما أن ملئت ظلما وجورا؟ في واحد هيخرج من صلب عمر واسمه عمر، يحكم بين الناس بالحق والعدل. وكلنا يعرف قصة المرأة بايعة اللبن، حيث كان الخليفة العادل عمر يمشي ذات ليلة ويقف بجوار بيت، فإذا به يسمع صوت امرأة تقول لابنتها: هيا يا بنيتي أسرعي فامزجي اللبن بالماء قبل أن يطلع الصباح فيرانا عمر. فتقول البنت التقية النقية لأمها: يا أما، إذا كان عمر لا يرانا فإن رب عمر يرانا. ويسمع عمر هذه الكلمات من خارج البيت، فلما أصبح الصباح زوج هذه البنت بائعة اللبن إلى ولده عاصم بن عمر. فوالله الذي لا إله غيره شيء لا يصدقه عقل. هل سمعت بذلك في دنيا التاريخ؟ هل سمعت بذلك بأن خليفة المسلمين الذي يحكم الدنيا من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها يزوج ابنه لبنت
امرأة بائعة لهم، والله إن هذا لم يحدث ولم يحدث إلا في عهد عمر رحمه الله. وتمر الأيام وينجب عاصم بن عمر من هذه البنت بائعة لهم، ينجب منها بنت اسمها ليلى، وتكبر ليلى وتتزوج برجل اسمه عبد العزيز بن مروان، لينجب الينا عمرا جديدا اسمه عمر بن عبد العزيز الذي اصبح هو الاخر خليفه للمسلمين، وسقطت نبوءه عمر بن الخطاب. وتمر الايام ويصبح عمر بن عبد العزيز خليفه للمسلمين، وجاءوا اليه بقصر الخلافه يوم ان اصبح خليفه للمسلمين وتولى الملك والخلافه بعد عبد الملك بن مروان. جاءوا الى عمر بن عبد العزيز بقصر الخلافه فقال لهم عمر بن عبد العزيز: ما هذا؟ قالوا: انه قصر الخليفه الجديد. فقال لهم عمر بن عبد العزيز: لا حاجة لي به، اجعلوه بيتا لمال المسلمين. وجاءوا اليه بثياب الخليفة العباءة التي يرتديها الوزراء والخلفاء والرؤساء، فقال لهم عمر بن عبد العزيز: ما هذا؟ قالوا: انها ثياب الخليفة الجديد. فقال لهم عمر بن عبد العزيز: لا حاجة لي بها، ردوها الى بيت مال المسلمين. وجاءوا اليه بجوار الخليفه البنات والفتيات اللائي يخدمن في بيوت الرؤساء والوزراء والامراء، فقال لهم عمر بن عبد العزيز: ما هذا؟ قالوا: انها جوار الخليفه الجديد. فقال: لا حاجه لي بهن، اعتقوا رقابهن لوجه الله. وزوج الشباب وسدد الديون وحجج الفقراء، كل ذلك فعله عمر بن عبد العزيز. ويوم ان نام على فراش موته جاءه رجل اسمه رجاء بن حيون، وكان عمر بن عبد العزيز له من الاولاد 12 ولدا، فقال له رجاء بن حيون: يا خليفه المسلمين، انت لك ولد كثير، عندك 12 ولد وستموت ولم تترك لأولادك شيئا. فقال له عمر بن عبد العزيز: أدخل علي أولادي وبنيه، وهو على فراش موته. فدخل عليه أولاده وبنوه، فقال له: يا بني، إن الله عز وجل قد خير أباكم، إما أن تكونوا أغنياء ويدخل أباكم النار، وإما أن تكونوا فقراء ويدخل أباكم الجنة، وقد اختار أباكم الجنة. ومات عمر بن عبد العزيز ولم يترك لأولاده شيئا. وتمر الأيام ويتقدم عملاق الإسلام عمر بن الخطاب ليؤم الناس في صلاة الفجر في جماعة، فيتقدم هذا الرجل المجوسي أبو لؤلؤة عليه لعنة الله، ويطعن عمر بن الخطاب في ظهره عدة طعنات، فحملوه إلى بيته، فقال لولده عبد الله بن عمر: يا عبد الله، إذا أنا مت اذهب إلى أم المؤمنين عائشة وقل لها: يستأذنك عمر بن الخطاب في أن يدفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. رحم الله عمر بن عبد العزيز ورحم الله عمر بن الخطاب. أحبتي في الله، وننتقل من الحديث عن هذه العمالقة الذين حكموا الدنيا من شرقها إلى غربها وأقاموا فيها الحق والعدل، إلى عالم مصري من علماء أمراض القلب. هذا العالم يحدثنا عن عظمة الله وقدرته في خلقه لقلب الإنسان، فيقول: إن قلبك يا ابن آدم، هذا المخلوق الضعيف الذي لا يزيد حجمه على قبضة اليد الواحدة، به من العجب العجاب،
وظيفة واحدة ما يزيد على 70 مرة، بينما يضخ القلب من الدماء في الدقيقة الواحدة ما يزيد على 70 لترا من الدماء يضخها القلب ويوزعها على أنحاء الجسد بميزان دقيق وبمقدار معلوم. إنا كل شيء خلقناه بقدر. ثم يقول: القلب يضخ في الساعة الواحدة ما يزيد على 4200 مرة، ويضخ القلب من الدماء في الساعة الواحدة ما يزيد على 4200 لترا من الدماء يضخها ويوزعها على أنحاء الجسد بميزان دقيق ومقدار معلوم. ومع هذه الدقات العجيبة الرهيبة يقول: إن القلب لا يزعجنا بدقاته، مش يسببنا بإزعاج ولا ألم. فأنت تستطيع أن تسمع صوتا ينادي عليك من بعيد، لكنك لا تستطيع أبدا أن تسمع دقات قلبك، لأنك لو سمعتها لمت على الفور من عظيم شأنها ومن شدة دقاتها. ثم يقول: قسم الله القلب إلى 4 أقسام. ربنا يقول لك: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. قلبك يا ابن آدم قسمه العلي الأعلى إلى 4 أقسام أو إلى 4 غرف و4 حجرات، وفي كل حجرة لها بواب لنا بنسميها صمام القلب. فالقلب به 4 صمامات، وفي كل دقة من دقاته ينفتح صمامان، وفي نفس اللحظة ينغلق الصمامان الآخران، ثم ينعكس الأمر في الدقة الثانية، فما كان مفتوحا يغلق وما كان مغلقا يفتح. من الذي جعل ذلك كذلك؟ سل الواحة الخضراء والماء جارية وهذه الصحاري والجبال الرواسية، سل الروض مزدانا، سل الزهر والندى، وسل كل شيء تسمع الحمد ساريا. يقول العالم الأمريكي يقول: إن القلب يتأثر تأثرا مباشرا بالتدخين. هذه المعصية التي وقع فيها الفقير قبل الغني، فأنت ترى الفقير قبل الغني هو الذي يذهب ليشتري علبة السجائر، ملايين مملينة من الجنيهات في اليوم الواحد، بل لا أكون مبالغا إذا قلت مليارات الجنيهات تنفق في كل يوم على معصية التدخين. يقول: إن الله عز وجل خلق في الرئتين خلايا، هذه الخلايا وظيفتها أنها تحارب الدخان، فأنت إذا ما استنشقت شيئا خطيرا فإن هذه الخلايا تقوم بمحاربة هذا الميكروب. ويقول: إن المدخن الذي يستمر في تدخينه هذه الخلايا تصاب بالشلل وتتوقف عن العمل مباشرة، فتصاب الرئتين بالسرطان، وينتقل بعد ذلك السرطان إلى القلب ثم إلى الكبد. نسأل الله تعالى أن يطهر قلوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم احفظ مصر وأهلها، واحفظ مصر وجيشها، احفظ مصر وجيشها، احفظها يا رب من كيد الكائدين ومن أيدي المجرمين. اللهم اغفر لآبائنا وارحم أمهاتنا، ارحم ضعفنا وتول أمرنا، وانصر شبابنا واستر نساءنا، ووحد قوتنا وبارك أمتنا، واجعلنا يا رب على عدونا ظاهرين. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء، واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء، واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء. تقبل يا رب العالمين. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، واقم الصلاه.
لا يتكلمون
سمع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله.